والسواري تنزلت من أعالي الطهر يحملها جبريل بالموكب الموعود بالطهر. إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال جمع من المفسرين: من فعل الطاعات طواعية من نفسه مخلصا بها لله تعالى فإن الله تعالى شاكر يثيب على القليل بالكثير، عليم بأعمال عباده فلا يضيعها ولا يبخس أحدا مثقال ذرة. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحج ركن من أركان الإسلام ولا يعذر عن أدائه إلا بعذر شرعي، والتراخي والتأجيل والتسويف مع القدرة والاستطاعة ذلك عمل غير مقبول، ويخاف على صاحبه أنه ضيع ركنا من أركان الإسلام. والعمرة نافلة تؤجر عليها الأجر الكبير العظيم، فإن فعلتها مثلا في أوقات الإجازات وكانت ضمن الأولويات عندك فأبشر بالخير ولا تتردد، فمثل هذه الأجور لا تفوت. يا قارئ لكتاب الله إن لنا نفسا تتوق إلى التطريب والسمري، فاخطف لنا من زهور الصوت أجملها، فكلنا عاشق للورد. و يا أيها الذين آمنوا توبوا.